السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد في مجموعات أونلاين مع مستر محمد دي. النهاردة يا شباب عندنا فيديو مهم جدا جدا، بنحاول نحل فيه مع بعض أهم الجمل المتوقعة إن شاء الله على يونيت 2. إحنا عندنا سلسلة كده عندناها أهم 100 جملة في يونيت 1، أهم 100 جملة في يونيت 2، بنحاول إن إحنا نلم لك يعني الجرامر عن طريق حل الجمل ونشرح لك يعني أهم من الحل. واحنا بنحل بنعلمك ازاي نستبعد، ازاي نختار، ايه القاعده اللي موجوده، فتحس ان المعلومه تثبت في دماغك ان شاء الله. بس اهم حاجه عشان تبدا تحل وتستفاد من الكلام ده لازم تكون انت برضو مذاكر يونت 2. مستر يونت 2 دي كان فيها درس ايه؟ كان فيها ثلاث دروس يا ريس، حاجه اسمها ذا باست بيرفكت تنس، زمن الماضي التام، قاعده افتر وبيفور وانتل ونوسونر، درس سهل. كان فيها حاجه اسمها ذا باست بيرفكت كونتينوس، ماضي تام مستمر في شغل، حاجه برضو لذيذه. وكان في adjectives الصفات، يبقى عندي ثلاث دروس جرامر. لو انت مش مذاكرهم هسيب لك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو هسيب لك اللينكس بتاعه الفيديوهات دي، اتفرج عليها بالراحه وارجع حل معايا. والناس بقى ال 100 بتوعنا بقى حبايبنا الغاليين يعني برضو هسيب لك لينك كده بي دي اف في المذكره دي، حاول تحلها انت الاول لوحدك وارجع بقى تعالى شوف اجاباتك صح غلط، استفاد عشان ربنا يكرمك. كل اللي محتاجينه منك ان انت بس تدعينا كده ربنا يكرمنا ان شاء الله، ودايما مكملين مع بعض ونقفل ان شاء الله باذن الله نقفل الامتحان. يلا يا باشا نسمي الله مع بعض كده يا ريس ونشوف اهم الجمل المتوقعه في يونت 2. اول جمله بيقول لك I didn't write to my friend until I his letter. I didn't write to my friend until. طبعا انت كطالب شاطر هتلاقي ده مستر ادي قاعده until عارفينها، خدناها مستر قاعدة تل وانتل. ما تنساش ان قاعدة تل وانتل بتيجي في نص الجملة، يجي بعدها هنا past perfect ماضي تام، ماضي تام اللي هو هاد وتصريف تالت. بس لازم يا رجالة يكون في فاعل، لان لو ما فيش فاعل هختار ing. وقبلها بيجي past simple ماضي بسيط منفي، didn't والمصدر، ولو ما فيش didn't ينفع حاجة اسمها wouldn't بلس الانفينيتيف wouldn't والمصدر. لازم اكون مذاكر القاعده. I didn't write ماضي بسيط منفي to my friend until I had received ماضي تام، جمله سهله ومباشره. الله عليك. يلا يا ريس. بسم الله. We that car for 10 years. احنا امتلكنا هذه السياره 10 سنين before. قاعده before عكس قاعده after. It broke down قبل ما تبوظ. ده مستر ده جاي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط، ده بيفور جاي بعدها ماضي بسيط لان عكس افتر، يبقى قبلها الناحيه الثانيه ماضي تام او ماضي تام مستمر. اوعى تنسى الكلام ده. اللي يفرق معاك يا ريس موضوع الفتره، هو احنا امتلكناها 10 سنين، ده في فتره. خلي بالك هو لو اي فعل ثاني عادي ادام جاب لي فتره، حدث استمر فترة قبل وقوع حدث تاني كنت اخترت هاد بين ING ماضي تام مستمر. انما هنا في مشكلة، افهم يا ريس الكلام ده، يعني لو هي في اي فعل تاني مثلا يلعب، انا لعبت مثلا سنتين قبل ما اعتزل كنت قلت هاد بين بلاينج، ده انا ذاكرت ثلاث ساعات قبل ما انام كنت قلت هاد بين ستادينج. انما كلمة يملك، أنا امتلكت هذه السيارة 10 سنين قبل ما بيعها، كلمة يملك ما بتجيش مستمر، أفعال الثبات. يعني ما ينفعش أقول had been having، لا مستر ما تجيش. يملك أنا امتلكتها I had had، ماضي تام أهو امتلكتها 10 years before it broke down. فخلي بالك وركز في كل جملة. When she went home she found that she's a wrong book. لما رجعت البيت اكتشفت ان هي كانت شاريه كتاب خطا. الطالب الشاطر يا رجاله انا عندي في الجمله ثلاث ازمنه، ثلاث حاجات حصل. فلما تلاقي الجمله بادئه بافتر او اسون از او وين، خلي بالك تشوف ترتيب الازمنه. هي لما رجعت البيت ذا باست سيمبل ماضي بسيط، شي ديسكفرد او شي فاوند وجدت ماضي بسيط، ان هي كانت شاريه كتاب غلط ده ماضي تام، ما ده اللي حصل في الاول. يعني دايما يا شباب لما يكون في ثلاث ازمنه يبقى ماضي بسيط، ماضي بسيط والاخير ده ماضي تام. فهي لما رجعت البيت اكتشفت ان هي شي هاد بوت، ده كده ماضي تام، شي هاد بوت ماضي تام. لان هي اشترت اول حاجه، هي اشترت الكتاب اول حاجه، ده الحدث الاقدم ده الماضي التام.
The secretary left the office after all the letters. في طالب يا سنه ثالثه يقول لك ايه ده في افتر اهي والمستر ما حفظني. افتر بيجي بعدها ماضي تام، ادي ماضي بسيط الله عليا، روح مختار هات تايب. يا ابني يا ابني ما احنا قلنا ركز، مش هو ممكن يضحك عليك ويجيب لك افتر من غير فاعل ولا هي ولا شيء؟ مفيش سبجكت هنا يا ريس، والجمله اللي ما فيهاش فاعل افتر تاخد اي ان جي، يبقى افتر تايبنج اجيب هنا اي ان جي. يبقى هو ريس هنا عمل ايه؟ ليفت ذا اوفيس افتر تايبنج اي ان جي. هاردلي مستر سمعت القاعده دي؟ اكيد سمعتها ريس في الشرح. هاردلي وسكارسلي عاملين زي قاعده نو سونر. هاردلي يعني بالكاد، هاردلي يعني بالكاد، لازم يجي بعدها باست بيرفكت ماضي تام صيغه استفهام، يعني هاد وهنا الفاعل وتصريف ثالث، وفي النص بيجي معاها كلمه اسمها وين، انما نو سونر بيجي معاها كلمه اسمها زين. يعني هاردلي وسكارسلي بعمل مقص واجيب وين، يبقى هاردلي يا دوبك كده. هو سمع الخبر السيء بعد كده جاله اكتئاب ديبريست بقى محبط، فانا عايز مقص. فين المقص؟ هي هاد، يبقى انت مش مركز يا ريس. لا هاد هي، الله عليك، هاد هي هيرت، هاد هي هيرت وين بعد كده، واجيب باست سيم. It stays for a while before we left. ادي before. بص اسهل حاجه على فكره الباست بيرفكت الماضي التام والماضي التام المستمر من الجرامر السهل. اصل الطالب بيلاقي قاعده before جاي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط، عايز هنا ماضي تام او ماضي تام مستمر، بس هي في مطار التلج for a while لبورها كده الفتره. طب ماشي بقى، هي had been snowing مش فضلت تمطر، had been snowing for a while، فضلت تمطر فتره had been snowing. I already left the house when. أنا كنت بالفعل خلاص غادرت المنزل لما بدأت تمطر، يبقى أنا I had already left. أنا عايز ماضي تام، أنا تصريف ثالث أهو، يبقى I had already left. They had no sonar. أدي قاعدة no sonar. بس المرة دي مش جاية في الأول، دي جاية في النص، ماشي يا عم، إيه المشكلة؟ بتيجي بين had صوت يا ابني وتصريف ثالث. زي هاد نو سونر ليفت. طيب عايزه مين في النص؟ ما انت عارف يا ريس عايزه زين. اوعى تبقى تضحك عليك بزين. نو سونر عايزه زين، نو سونر عايزه زين. زير وير فلودز، كان في فيضانات. ده في الماضي كان في فيضانات، لايه السبب؟ انا عايز اقول تفسير لفعل في الماضي. ليه كان في كان في فيضانات؟ عشان سبيس فور 3 دايز فضلت تمطر 3 ايام، يبقى حاجه اسمها هاد بين رينينج، فضلت تمطر 3 ايام. ادام بقول تفسير لفعل في الماضي اجيب ماضي تام مستمر had been raining. by the time، قاعده by the time، ماشي يا شباب، ادي by the time اهي، by the time دي بتساوي قاعده اسمها قاعده before. جدع يا ابني والله. by the time Alex finished، في الوقت. بص حط خط كده، ما انا لازم وانا بذاكر ابقى عارف القاعده. هنا باي ذا تايم جاي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط، يبقى عايز هنا باست بيرفكت تلات، عايز ماضي تام في الوقت اللي هو خلص دراسته، كان هو هاد بن ماضي تام. When I went to my friend's flat، هنا ترتيب الجملة، ترتيب الأحداث يا رجالة. أنا لما رحت شقة زميلتي أو شقة يا ابني صاحبتي، she space for school، هي كانت غدرت راحت المدرسة. لازم أرتب الأحداث. أنا لما رحت كان هي خلاص بالفعل غدرت، يعني ده الحدث الاول، كان هي خلاص she had already left، لان هي مشيت قبل ما نوصل. انا رحت لقيتها بالفعل خلاص مشيت had already left. last year، السنه اللي فاتت، I spent قضيت، مش اهو قضيت شهر in France. I space of going there since I was a child، انا حلمت ان انا اروح هناك منذ كنت طفل. خلي بالك هنا يا جماعه، لازم يكون فيها ترتيب الازمنه. ما هو انت في قواعد، قاعده افتر بيفور انتل شغال، بس في حاجه اسمها ترتيب الازمنه. انا خلاص رحت فرنسا السنه اللي فاتت، ماشي، قبلها بقى كنت بحلم اروح هناك. قبلها ده ماضي تام، ما ده اللي حصل الاول، يبقى انا قبلها كنت هاد دريم. الفيرب دريم، دريمت يا جماعه يحلم، وطبعا ممكن احطها بالاي دي. ليلى and her husband into their own flat last weekend. ليلى وجوزها عزلوا لشقتهم الاسبوع اللي فات، ده ماضي بسيط. هما خلاص عزلوا الاسبوع اللي فات. Before that، قبل بقى الكلام ده، كان هما had lived، كانوا عايشين مع ليلى's parents والدين ليلى.
خلاص هو جاب لي ماضي تام، هما كانوا عايشين قبلها، انما الاسبوع اللي فات يبقى زي موفد، اختار باست سيمبل ماضي بسيط. طيب كريم فيل، كريم يا ابني نام، ده ماضي بسيط. نام فين بقى؟ during the football match، اثناء ماتش الكوره. طب ليه نام بقى؟ اصل هو كان دخل ينام متاخر الليله اللي قبلها. اني الحدث الاول هو هنا في الماتش نام، اصل قبلها كان هاد جن، كان ذهب متاخر. هاد جن يا ابني ماضي تام، ماضي تام. the fish was fresh، السمكه كانت طازه، السمكه كانت طازه لما انا اشتريتها. ده ماضي بسيط، ما ينفعش ماضي تام بقى، دول حدثين في الماضي. هي كانت طازه لما انا بوت ات اشتريتها. the doctor said، الدكتور قال، ده ماضي بسيط، ان البيشنت المريض كان مات a few minutes before، يعني هو لما وصل كان الراجل مات اصلا، كان هو had died. اختار يا ابني past perfect ماضي تام. حسن is based money from علي because، حسن استلف فلوس من علي. ليه يا ابني؟ اصل هو كان had left، كان ترك فلوسه في البيت. يبقى هنا يا جماعه، في هنا هو ليه ساب استلف فلوس؟ اصل هو كان had left. يبقى انا عايز هنا ده الحدث الثاني، هو استلف لان هو كان had left، يبقى borrowed letters. عادل اسكت، عادل بيسال which team، اني فريق was red، هو اني فريق احمر، اني فريق لابس احمر. اصل هو ما كانش شافهم، كان هو hadn't seen، ما كانش شاف الفرقه دي قبل كده، كان هو hadn't seen. I didn't have any money، انا معيش فلوس. اهو حدث ماضي بسيط. ليه بقى؟ اصل انا كنت ضيعت، ده اللي حصل الاول، ضيعت الاول، يبقى had lost ماضي تام، had lost ماضي تام. ولد اسمه بول فور ورك فور اوفر ا يير بيفور هي جوت ا جوب، انا عايزك تبقى مصحصح وانت بتحل الجمل المبشره الجميله دي يا ابني. ادي كلمه بيفور، وادي الباست سيمبل الماضي البسيط، يبقى انا عايز هنا لا اما ماضي تام لا اما ماضي تام مستمر. اللي يفرق معايا هل في فتره ولا مفيش؟ الولد دور ا يير سنه، في فتره يبقى هاد بين لوكينج، فضل يدور سنه. The little children's clothes، ملابس الأطفال الصغيرة دول كانت متسخة. ليه؟ أصل هما had been playing، كانوا بيلعبوا in the park all day. ده ماضي تام مستمر، بيقول تفسير لفعل في الماضي العادي، يبقى هما ملابسهم وير كانت، ملابسهم كانت متسخة عشان هما كانوا had been playing. He for only 3 weeks، هو فضل يسوق 3 أسابيع. So it's not surprising that he failed his driving test. خلي بالك هو بيسوق بقاله 3 أسابيع، هو had been driving، لأن هو هنا يا شباب جاب لي فترة 3 weeks، عشان كده ما كانش مدهش إن هو فشل في الاختبار. I went to the doctors yesterday، أنا رحت للدكتور امبارح. ليه بقى؟ أصل أنا كنت بشعر إن أنا تعبان for nearly a week، بقالي أسبوع. خلي بالك الناس هنا يا شباب، انا ذهبت في الماضي للدكتور لان انا بشعر ان انا تعبان بقالي اسبوع، في فتره اهي، انا قبلها في فتره، يعني ماضي تام مستمر. للاسف في ناس كتير فاهمه كلمه فيل غلط. مستر فيل ده من افعال المشاعر ولا افعال الحواس؟ فيل افعال، لا، قال لك فيل في الانجليش ليه معنيين. لو بمعنى يشعر، انا اشعر بحاجه يا ابني حياتي، ده يجي مستمر، انا قاعد في بيتي النهارده، I am feeling ill، عادي. انما كلمه feel يعني ملمس، الترابيزه دي feels soft، ملمسها ناعم، ده ما يجيش مستمر. فانا هختار هنا، انا رحت عند الدكتور. ليه؟ لان انا كنت had been feeling، اختار ماضي تام مستمر عادي، كنت بشعر ان انا عيان، لما اقول كلمه يشعر عادي يجي مستمر. When I got home، لما رجعت البيت، ده ماضي بسيط. I was، أنا كنت تعبان، ماضي بسيط. I space all day، كنت عمال أشتغل طول اليوم، had been working. طب ليه بقى اخترت ماضي تام مستمر؟ عشان all day، شغال طول اليوم. The town was flooded، المدينة غرقت، ده ماضي. طب إيه السبب؟ It space for 3 days، had been raining، فضلت تمطر 3 أيام، ماضي تام مستمر. After I my homework I watched my favorite TV program. جملة مباشرة وجملة سهلة. After عايزة ماضي تام، ماضي بسيط، يبقى had finished، ادي الماضي التام.
She at that company for 3 years. بص لازم اعمل كده. فضلت شغالة في الشركة دي 3 سنين. When it went out of business. لما يعني سابت شغل. أفلست بقى شغل. فهي فضلت شغالة. She had been working. طب ليه بقى؟ عشان 3 years 3 سنين. By the time. By the time بتاخد. Past simple. ماضي بسيط. By the time عايزة هنا ماضي بسيط وعايزة هنا ماضي تام. في الوقت اللي هي finished writing خلصت كتابة التقرير كان زمانها she had drunk 6 cups of tea. Before اوعى تتخدع يا ريس. Before اهي يا ابني before عايزة بعدها ماضي بسيط ماضي تام. بس في حاجة هنا before جاية من غير فاعل يبقى before writing ing. اي رابط من غير فاعل يبقى ing. When she went out to play هي لما خرجت عشان تلعب كان she her homework كان خلاص عملت الواجب. يعني هي لما خرجت كان هي she had already done كان خلاص عملت الواجب. My brother ate all of the cake. أخويا أكل الكيكة كلها. ده ماضي بسيط خلاص. مش أني كيكة اللي كان our mom والدتنا had made عملاها. ما كانت عملاها الأول. هو أكل الكيكة اللي هي كانت عملها. The doctor took off. الدكتور خلع كده البلاستر. ده ماضي بسيط اللي هو كان وضعه من 6 أسابيع فاتوا. ده بص بقى كان هو had put كان وضعه من 6 أسابيع فاتوا. The waiter الجرسون دي كلمة the waiter دي the waiter الجرسون is this a drink that I had ordered. أدي ماضي تام. هو أحضر المشروب اللي أنا كنت طلبته يبقى هو brought بس past simple ماضي بسيط. Is this he found Dahlia before. لازم احط خط تحت كلمة before وجاي بعدها went ماضي بسيط. هو الطبيعي يجي قبلها ماضي تام يعني had. بس هنا في فون مصدر جملة فيها تركية. جملة فيها تركية. خلي بالك ان ما ينفعش اختار had مع المصدر. ما ينفعش had عايز تصيف تالت يبقى اختار did. اه تمشي. ماضي بسيط ماضي بسيط. اي رابط من دول لو ما فيش ماضي تام يمشي ماضي بسيط ماضي بسيط. نو سونر عايزة مقص. نو سونر عايزة مقص. هنا ذا سان ريزن ده تصريف تالت واخدة زانة اهي يبقى نو سونر هاد ذا سان. ديد يو هل انت. ادي ديد يو عايزة هنا انفينيتيف مصدر. ديد يو يوز تو. ادام سألت بديد يا رجالة ركز يا ابني معانا يبقى ديد يو يوز تو. When she went back to school لما رجعت المدرسة طبعا ده ماضي بسيط. She found وجدت ماضي بسيط ان هي بص بقى هي لما رجعت المدرسة وجدت ان هي كانت كاتبة يبقى هي كانت had written. اليوم اللي قبل كده كانت كاتبة موضوع غلط wrong composition يبقى had written. They couldn't في الماضي go swimming ما قدروش يروحوا يعوموا. ليه بقى؟ أصل هما كانوا ناسين. أصل هما كان had forgotten. ما هو ناسين قبلها. ما هم يا جماعه ليه ما عموش؟ اصل هم كانوا ناسين الحدث الاول نسيوا يبقى هات فور جود. باي ذا تايم نرجع للقاعده بتاعتنا الجميله. باي ذا تايم ماضي بسيط يبقى عايزه ماضي تام يبقى هات ليفت. ادي ماضي تام. از بيس سينج ذا اكسيدنت عند رؤيه الحادثه. ذا موتورستس السواقين بدأوا دروف يسوقوا بحرص. هو هنا ing on تاخد ing without تاخد ing despite تاخد ing over. بس هم هنا عندما اللي هي قاعدة when اللي بتساويها on عندما on seeing لما شافوها كده. بس on تاخد ing يبقى on seeing the accident. No sooner اي حد يا رجالة هيشوف no sooner مش هيف بص مش هكمل الجملة. يقول لك no sooner had he had he اختار had. ده طالب يا جماعة مش مركز. ده ما تعودش على التركات. ده عايز جمل مباشرة. إنما الشاطر لازم عشان أكد القاعدة بتاعتي أشوف هل هنا في past participle تصريف تالت. لا ده مصدر. ما ينفعش هات. أمال يا مستر طب أنا ما فيش ماضي تام. تمشي ماضي بسيط ماضي بسيط. والماضي البسيط كلمة ديت. I my own computer for 3 years. قلناها في الأول دي. امتلكت الكمبيوتر 3 سنين قبل ما في حاجة تبص فيه. يبقى أنا هاد هاد. لأن كلمة يملك ما بتجيش مستمر. As soon as بمجرد ما الكريمينال بمجرد ما المجرم اتقبض عليه arrested. مش هو اللي قبض يا ريس.
ده هو اتقبض عليه مبني المجهول. He was sent to prison, اتبعت للسجن. يبقى مجرد ما هو had been arrested, ماضي تام مبني المجهول. I space for 2 hours. ايه ده؟ حطيت خط يبقى انت كده صاحي. انا فضلت اذاكر ساعتين قبل ما النور يقطع، يبقى انا had been studying. عشان كلمة ساعتين دي had been studying. Hardly عايزة مقص، hardly عايزة مقص، وعندي في النص كلمة اسمها when. يلا يا ريس، وده تصريف ثالث، يبقى المقص بتاعي had she صح. ما ينفعش did عشان ده تصريف ثالث. I met Sally، قابلت سالي امبارح. خلاص ده ماضي بسيط، قابلتها. قبل كده بقى ما كنتش شفتها since she left our village. في ناس لما تلاقي سينس يختار هافنت سين، تقول له غلط. طب ليه؟ ما سينس بتدل على المضارع التام. ماشي، بس انا خلاص قابلتها امبارح. قبل بقى كده ماضي تام، اي هادنت سين، اي هادنت سين. It wasn't until، لم يكن حتى، ماضي تام ذات ماضي بسيط. It wasn't until، احفظها قاعدة اسمها it wasn't until، وفي حاجة اسمها it was only when. She had been sleeping all day، فضلت نايمة طول اليوم. Before my mother awoke، ماضي بسيط، هنا في ماضي تام مستمر بعد before ماضي بسيط. It's been 6 p.m. yesterday I had done. مستر هو الماضي التام، يجي مع مين؟ يجي مع باي. كلمة باي ومعها أي حاجة في الماضي تاخد ماضي تام. باي أي حاجة مستقبل يبقى مستقبل تام. طب درس الصفات بقى. planes الطيارات are faster than trains. هو انا مستر دلوقتي شايف faster than، الله، طب ما دي مقارنه فيها ER than. امال هو ده ما جاب مقارنه، يبقى عايز هنا التحكم في درجه المقارنه. much تنفع، a lot بس تنفع، far تنفع، دي اسمها التحكم في درجه المقارنه. The Egyptian Museum is one of the دي صفه من الدرجه الثالثه. One of the، ينفع the most وينفع the least، ينفع الاثنين. بس معنى الجملة واحد من أكثر الأماكن زيارة، يبقى هو يا جماعة واحد من the most popular، الأكثر شعبية، the most popular. Your homework is than، كلمة than دي مقارنة بين اثنين، ينفع worse than أسوأ من، وينفع better than. يعني كجرامر than يا ابني يا ريس، than بيجي مع الاثنين دول. بس انت you seem lazy، شكلك بيت كسول، يبقى هي worse than. worse than. This exam seems، هذا الامتحان يبدو، هذا الامتحان يبدو is best than. نرجع تاني لكلمة than، ينفع easier than وينفع more difficult than. The previous one، السابق، you don't have to worry، مش محتاج تقلق، يبقى هو easier than، أسهل منه. عادل isn't، عادل ده مش كبير في السن زي حاتم. خلي بالك، أدام عادل مش كبير في السن زي حاتم، يعني حاتم أكبر. طب عادل يبقى إيه؟ عادل يبقى هو younger، أصغر. هو يضحك عليك، عادل مش كبير في السن زي حاتم، يبقى حاتم أكبر. طب عادل younger. Which is، أيهما أكثر حرارة، كايرو أور أليكس؟ ده حاجتين، يبقى which is hotter. اسال كده اقول لك which is hotter، ايهما اكثر حراره؟ مش هما اتنين بس، ما قلتش hotter than، which is hotter. What is the highest mountain in Europe؟ What is the highest، اعلى جبل في اوروبا. He was wearing here، ليه بقى لابسه اجدد فستان عندها؟ هو المفروض كلمه الاجدد اقول the newest، بس لما يكون هنا جايب ضمير ملكيه او حاجه فيها اس الملكيه اختار newest من غير ذا. خلي بالك معلومة مهمة، المفروض يا سنة ثالثة كان ده كله، لو انت مش مذاكر الجرامر ارجع اللينكات تحت واتفرج على الفيديوهات، هتفرق معاك جامد جدا. هدى is فتر زان، فتر زان دي مقارنة كده بين اتنين، يبقى عايز اتحكم في درجة المقارنة، يبقى حاجة اسمها ابيت، تمشي ابيت صح. ليتل ما تنفعش، كانت عايزة اليتل كانت تمشي. For is best information، لو عايز معلومات اكتر contact the receptionist. هو عندنا في الانجليش لو هو عايز كلمة ابعد، اسوان ابعد من الاقصر، ينفع further بالايه؟ ابعد، وينفع باليو.
انما عايز معلومات اكتر، يعني عايز مور، يبقى هي فارزر باليو هي اللي معناها مور، فارزر هي اللي معناها مور. English to study than Chinese. English is based to study than. طبعا في كلمة than يبقى أسهل من. طبعا أسهل من اللي هي طبعا easier than. ما فيش حاجة اسمها more easier. إنما ينفع أقول much easier than أسهل من. I don't read as. طبعا as ما بناخدش مقارنات، يعني ما ينفعش أقول more ولا لا ولا most. ينفع ماتش وميني. طب البوكس دي بتعد يبقى ميني عشان تعد. The space fat you eat كلما the healthier يبقى كلما. لو انت طالب شاطر هنا بنجيب the more او the less او اي صفة فيها ER يبقى هنا ينفع بس كلما قللت يبقى the less. كلما قللت يا ابني the less. Although we aren't rich برغم ان احنا مش اغنياء الا ان ولادي بيروحوا to the best school in the city افضل افضل مدرسه في المدينه. You were a little depressed yesterday انت كنت مكتئب شويه امبارح بس انت النهارده الحمد لله شكلك كده happier يعني اسعد يعني بين امبارح والنهارده امبارح كنت depressed النهارده happier اسعد. Air pollution تلوث الهواء. بص يا ابني more dangerous than دي مقارنة كاملة. يبقى أنت عايز بس تحكم في درجة المقارنة. يبقى حاجة اسمها a lot. We aren't the same إحنا مش نفس الطول. أنت أطول مني يبقى إحنا مش the same height. Length دي طول الشارع الطول العرضي. وage عمر وamount كمية. بسملة بالنسبة للاتنين إخوات هما اتنين بس يبقى هي the younger. ومفروض كلمة ذا تاخد youngest إنما عشان هما اتنين بس يبقى ذا younger. The space I had to queue at the bank كلما استنيت أكتر the more impatient يبقى the longer كلما طولت كده في الانتظار كلما أصبحت غير صبور. Mr. حسن doesn't earn his base money as بس الماني لا تعد ودي جملة منفية ينفع أقول يا جماعة so عادي في النفي أقول as much أو so much عادي. He has much friends than دي مقارنة بين اتنين يبقى عندي هنا هو عنده أصحاب أكتر مني يبقى more عشان مقارنة بين اتنين. جنى عندها beautiful baby طفل جميل جدا بس جودي عندها the most beautiful baby on earth أجمل طفل عشان دي ذا The most beautiful الأكثر جمال. The shorter كلما قل الطابور كل الطابور ما يقل يبقى the faster. يبقى خلي بالك يا جماعة تاني ينفع the faster أو the less faster. بس هو معنى الجملة كل ما الطابور يقل كل ما the faster the service كل ما الخدمة تبقى أسرع كلما. Most other metals معظم المعادن aren't as. يبقى as precious as مش غالية زي أو مش غالية زي ده. I have two brothers عندي أخين. One is a doctor التاني الأولاني دكتور. The later التاني. طبعا دي later دي فيما بعد إنما التاني اللي هو later double T. لما يكون عندي اتنين الولد الأول ده كويس طب the later التاني. Tablets are becoming more and more أكثر وأكثر. في حاجة اسمها شباب more and more يعني أكثر وأكثر. The more books she reads كل ما تكثر الكتب اللي هي بتقراها. طبعا هنا هقول the more ignorant كل ما هتزيد جهلا. لا كلما قلت في الجهل كلما يبقى the less. يبقى حاجة اسمها the less. The more كل ما هتقرا كتب كل ما the less. The Pacific Ocean المحيط الهادي هو the world's أعمق محيط. هو خباك دايما كلمة الأعمق أقول ذا ديبست بس هنا في اس الملكية يبقى ديبست من غير ذا ديبست من غير ذا. I can't hear you أنا مش سامعك. Could you speak a little louder ممكن تعلي صوتك شوية لو سمحت ممكن تتكلم أعلى شوية little louder. Traveling by train السفر بالقطر is than traveling by bus هنا مقارنة بين اتنين more expensive than أغلى من more expensive than. I'm afraid أنا خايف this is situation أنا خايف إن موقفه يتحرك منين
من سيء لأسوأ، من bad لورس أسوأ. We aren't the same height، إحنا مش نفس الطول. You are than me، أنت taller than me، أنت أطول مني، taller than me. This is the hardest test، في صيغة كده اسمها، هو ده أصعب اختبار I have ever had أو taken، يبقى هو ده the hardest، الأصعب the hardest. My car small than، مقارنة بين اتنين small than. ما ينفعش أقول more small، more ما بيجيش غير مع الصفات الطويلة، إنما ممكن أقول less small. تنفع less تيجي مع الصفة الطويلة والصفة الصغيرة، يعني less expensive than تمشي، less tall than تمشي، تمشي مع الاتنين. Is best student enrolled in our course than، مقارنة بين اتنين، يبقى حاجة اسمها شباب few student، لا في طلاب ايه، عايز مقارنة بين اتنين، يبقى هنا اختار less، less اقل ولا few more، هي جملة فيها لخبطة، هي المفروض يا جماعة a fewer، ايش فيها لخبطة، وما ينفعش less لان هما هنا بيتعدوا، هنا يا جماعة بيتعدوا ما ينفعش، فالمفروض هنا يبقى فيه a fewer student، طلاب اقل، اختار fewer، fewer students. لما بقى ناخد حاجة اسمها a few more، يعني ممكن تبقى كأنها مقارنة، يعني more students enrolled عدد قليل شوية، فهي الجملة فيها لخبطة، لأن كلمة زان عايزة مقارنة بين اتنين، كلمة زان عايزة مقارنة بين اتنين. طيب يبقى احنا كده يا شباب خلصنا الشرح أهم الجمل اللي موجودة عندنا في الدرس. طبعا انا شايف ان الافكار كلها الحمد لله بتاعت يونت 2 غطيناها بكل تركاتها، الماضي التام والماضي التام المستمر والصفات، زي ما قلت لك هي سلسله احنا مكملينها ان شاء الله معاك طول السنه، اهم 100 جمله في يونت 1، اهم 100 جمله في اهم 100 جمله في يونت 2، اهم في كده ماشيين كل يعني ايه يونت نجيب اهم يونت الفوكاب والجرامر اللي موجود فيها، فده كان اهم 100 جمله على جرامر يونت 2. هتلاقي كل الفيديوهات متجمعه في قوائم التشغيل، حاول ان انت تحل وتتدرب، ولو محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات، ربنا يكون يعني يكرمكم وتكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.